كتيرة مكنزة، بس تعبانة في عشتها عايشة فيها بمعجزة. والفلوس يحرق أم الفلوس، الفلوس مش كل حاجة، ناس كتير مكنزة بس تعبانة في عشتها عايشة فيها بمعجزة. اللي في جبالها من شايل، واللي بخته في عشته مايل، واللي محروم من الضنار، واللي من أهله اتأذى، اللي غرقان في المشاكل، واللي ملهوش نفس ياكل، واللي مش مرتاح في بيته، واللي 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 وهكذا. والفلوس عمرها ما كانتش حل، الفلوس ما بتربطش ولا بتحل. ياما ناس مش لاقية تاكل بس عايشة بتحمده، ناس معاها ومصاد اللي ما معهوش وبتحسده. ياما ناس مش لاقية تاكل بس عايشة بتحمده، ناس معاها ومصاد اللي ما معهوش وبتحسده. والفلوس بتيجي بس عشان تروح، والفلوس عمرها ما بترد روح، الفلوس ما بتشتريش في الدنيا غير حبة سينا، لا اشترت يوم راحة ولا مرة شالت يوم وجع. الفلوس ما بتشتريش في الدنيا غير حبة جسم، لا اشترت يوم راحة ولا مرة شالت يوم وجع. الفلوس قلتها ممكن تبقى من رضا ربنا، الفلوس قلتها ممكن كل واحد يخلي باله تبقى من رضا ربنا. ده اللي مرتاح باله فينا، ده اللي مرتاح باله فينا، اغنى واحد وسطنا. اللي في جبال هم شايل، واللي باخده في عشته مايل، واللي محروم من الضلال، واللي من اهله اتأذى، المعلم حسن ابو ربع، واللي ملهوش نفس ياكل، واللي بيحب ربنا يرفع ايده لفوق. بتيجي بس عشان تروح، لا اشتريت
حبيت قزز وحياة النبي اللي فرحان من قلبه يرفع ايده لفوق.